الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة بيليتلي، طبعا شقة داخل مجمع سكني في الدور الثالث، زي ما انتم شايفين عندنا مصعد والعمارة جديدة. رقم الشقة 9، مساحتها 150 متر مربع، هي عبارة عن 3 غرف وصالة، فيها بلكونتين 3 دورات مياه. هذا المدخل واسع وشرح. عندنا هنا على اليمين الصالة، طبعا زي ما انتم شايفين التدفئة عن طريق الغاز الطبيعي. الأرضيات باركيه والمداخل، الأرضيات فيها سيراميك. طبعا هذه إطلالة الصالة على الطبيعة أيضا على البحر، هي قريبة من مطار طرابزون جدة، تبعد 5 دقائق فقط عن المطار. الشقة جديدة صفر، لم تستخدم بعد. عندنا هنا البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ، ما شاء الله تبارك الله كبيرة. هذه الإطلالة الجانبية، طبعا الشقة جانبية، إطلالة على الطبيعة أيضا، إطلالة جميلة على البحر. الطابق الثالث، طبعا مجمع فيها مواقف سيارات مغلقة، جلسات عائلية قريبة من المسجد أيضا. هنا عندنا المطبخ، دواليب راكبة جاهزة فيها، وأيضا لها مخرج للبلكونة. عندنا هنا الغرفة الأولى، إطلالة جميلة على الطبيعة. هنا الممر، هذه دورة المياه الأولى. عندنا هنا الغرفة الثانية، لها بلكونة، مساحتها جيدة مطلة على الطبيعة. عندنا هنا البانيو الرئيسي، طبعا زي ما انتم شايفين كاملة جاهزة. وهذه غرفة النوم الرئيسية، مساحتها كبيرة ما شاء الله، ولها إطلالة على الطبيعة، أيضا لها دورة مياه كاملة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.